صاحب أحد المداجن في كربلاء يقول أن سبب دخول الفيروس هو استيراد العراق أو استيراد ودخول الدجاج الحي إلى العراق من الخارج، وهو ما تسبب بنقل الفيروس بالوقت الذي تمنع به أغلب دول العالم استيراد الدجاج الحي لمنع نقل الفيروسات والأمراض. دعونا نتابع تصريح لأحد أصحاب الدواجن في محافظة كربلاء. احنا هذا اللي صار الهلاك هو السبب واضح يعني جدا بالنسبه وما يعني ما يخفى عن الحكومه المركزيه وما يخفى عن دوائر البيطره انه هذا السبب الرئيسي كان هو دخول الدجاج الحي اللي هو ممنوع عالميا دخول اي كائن حي الى دوله مجاوره او دوله ثانيه. هذا اللي اذا تصير هالساده تعرض بسبب انه دخول دجاج الحي يحمل الفيروس وتفشى بالقاعات. احنا بالنسبه للمشروع مالتنا الاربع قاعات الطاقه مالته 240,000 فرخه، الوزن يعني مثل ما تشوفه انت تقريبا 1800 جرام كان على ابواب التسويق، بس للاسف هو هذا الفيروس يضرب هذا العمر هذا اللي تفشى بالقاعات، ومثل ما تشوف انت هسه الان هاي اصبحت الاقفاص شبه فارغه يعني هاي وصلت عندنا هسه هلاكات لنا اكثر من 90% من الهلاكات. نسبه يعني الهلاك صار اكثر من 90% لان تشوف هسه انت هسه هذه هاي الاقفاص تقريبا قلت 200 احنا المجموع الكلي 240,000 موقف الحكومه المحليه البيطره الجهات الرقابيه البيطره اجت اليوم واخذت عينات بس ماكو لحد الان ماكو شيء. الحكومه المركزيه اي جواب من الحكومه المحليه اي جواب من عندها ماكو يعني هو كالعاده انه سكوت. طالب اولا يعني حمايه المنتج الوطني واتخاذ اجراءات صارمه بخصوص منع الدجاج الحي، يعني هو يعني اسوه بباقي دول العالم كلها منع الدجاج من دخول الدجاج الحي الى المحافظه وبالذات عن طريق الاقليم اللي هم الان الذريعه انه هذا انتاج محلي وما بس هو لا يعني الكل تعرف انه هذا منتج محلي، الاقليم ما عنده بهالطاقه هذه يقدر يغذي العراق على مدار الاسبوع وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنه.